هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا جمعنا هذا في برنامجنا هذا، رمضان كريم، نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، رأينا في الحصة الفارطة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بتقوى الله حيثما كنا. اتق الله حيثما كنت، في كل مكان وزمان وفي كل الأحوال لا بد أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تخافه وأن تخشاه. لكن الإنسان إنسان، صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك مكتوب علينا، حتمنا أن نخطئ. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. سبحانه وتعالى لا راد لقضائه وأمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل في كتابه الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تحرج الصحابة وقالوا: ومن منا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فخفف الرحيم سبحانه وتعالى عن عباده وقال لنا في كتابه الكريم: واتقوا الله ما استطعتم. والحمد لله رب العالمين. بما أننا نخطئ ونستغفر، فلا بد أن نرى كيف نمحو هذه السيئات، هذه الأخطاء. طبيبنا صلى الله عليه وسلم أعطانا الدواء، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه من أحسن الطرق التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها حتى نمحو ما ارتكبنا من أخطاء وذنوب، لأننا لا يمكن أن لا نذنب، لا بد أن نذنب وأن نتبع سيئاتنا حسنات حتى نمحوها. ولعل أحسن هذه الحسنات التي نمحو بها السيئات هي التوبة، التوبة من الخطأ.
التوبة من الذنب، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بأن نسارع في الخيرات، أن نسارع في طلب الخير والعمل الصالح، قال إن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. للمتقين أعدها الله سبحانه وتعالى لمن اتقى الله سبحانه وتعالى وخافه وخشاه. من هؤلاء المتقون؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صفات عظيمة جدا، سبحان الله العظيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يعني حتى إذا فعل به ما يغيظ ما يربك الأمور إلا أنه يكذم غيظه ويحلم الحلم سعة الصدر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعفو عما ارتكبه الناس معه من أخطاء ومن زلل. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني هؤلاء وصلوا إلى درجة الإحسان. الإحسان أن تتقن عملك، أن تصل به إلى القمة في الإتقان. الإحسان كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رغم ما يقوم به هؤلاء المتقون من أعمال صالحة، إنفاق في سبيل الله، كظم للغير، عفو عن الناس، ولكنهم قد يقعون في الخطيئة. ولذلك قال لنا الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني هما معرضون لأن يقعوا في الفاحشة رغم أنهم متقون منفقين في سبيل الله كاظمين للغيظ عافين عن الناس، ولكنهم قد يقعون في الفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بذنب بعمل سيء، ما هو دواءهم يا ترى؟ هؤلاء الذين فعلوا الفاحشة وظلموا أنفسهم، قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. تذكر للمولى سبحانه وتعالى عودة إليه، عودة إلى المولى، إلى الركن الركين باستغفاره والتوبة إليه. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، عدم الإصرار على الذنب، عدم المبالاة من هذا الذنب، لأننا كما رأينا سابقا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نلتقي بعد فاصل قصير بإذن الله. ليس له مثيل. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن خير الحسنات التي تمحى بها السيئات هي معاشرة الناس بالأخلاق الطيبة، قال لنا في هذا الحديث وخالق الناس
دي خلق حسن. فصلى الله عليك وسلم يا رسول الله. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاشرته الحسن للناس أسرهم، أسر قلوبهم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، الأخلاق الحسنة هي كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان الإنسان يوم القيامة. أثقل حاجة في ميزان الحسنات هي المعامل الحسن للناس. كيف لا؟ وأن مجرد تبسمك في وجه أخيك صدقة. كيف لا؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا. فلننظر إلى مسألة حسن الخلق وحسن المعاشرة كيف أعطاها الإسلام الوزن العظيم. السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المرأة منا تكون لأكثر من رجل في الدنيا، فلمن ستكون في الآخرة؟ لماذا أجابها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: تختار أيهم أحسن أخلاقا. أرأيت يا أم سلمة، لقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالكلام فقط بل بالفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم ربى صحابته وربانا بالقدوة الحسنة. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يعني قرآن يمشي بين الناس، تطبيق فعلي للقرآن. وقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك. ما كان صلى الله عليه وسلم يسكت عن السيئة، هذا خلق عظيم. أما أن يقابل السيئة بالحسنة فهذا هو أعظم الخلق. كيف لا؟ وربنا سبحانه وتعالى عندما أراد أن يشرف ويكرم ويعظم رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم حقيقة. عندما نرى صلى الله عليه وسلم يعامل حتى من جاء لقتله بالمعاملة الحسنة، فماذا نقول؟ لا نقول إلا: صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت أدبني ربي فأحسن تأديبي. قال فضالة وهو في حال الشرك، قال: اغتنمت فرصة ازدحام الناس في الطواف حول الكعبة يوم الفتح، فأردت أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم لأريح الدنيا من شره، فأخذت خنجري تحت عباءتي وتزللت في السحام. فعندما اقتربت منه صلى الله عليه وسلم التفت إلي وقال: أفضالة أنت؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. وماذا يقول غير ذلك؟ نعم يا رسول الله، ماذا كنت تفعل يا فضالة؟ قال: كنت أذكر الله سرا يا رسول الله. قال: اتق الله، فقد كنت تحدث نفسك بقتلي. ايش نستناه هنا؟ نستناه باش يقول اول واحد من اعوانه من صحابته خذوه واقتلوه؟ لا. ماذا فعل؟ قابل هذه السيئة بحسنة عظمى، وهي انه استجاب لطلب فضالة الذي قال له: يا رسول الله ادعو لي. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع يده الشريف على صدره وقال: اللهم
أذهب غيظ قلبه ونور صدره. قال فضالة: وضعها وهو أبغض الناس إلي، ورفعها وهو أحب الناس إلي. هكذا يجب أن نكون، أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن نخالق الناس بخلق حسن. ولعل أيها الإخوة الكرام أحسن تطبيق للآية التي رأيناها في أول حلقتنا سارعوا إلى مغفرة، ما فعله الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس يضرب له المثل في الحلم وفي سعة الصدر، بينما كان جالسا وبجانبه ولده الصغير، إذ دخلت عليه جاريته وبيدها طبق من مرق عشاء أو فطور، هذا المرق ساخن، فتعثرت الفتاة وانقلب الإناء وحرق الولد المسكين، فاغتاظ الأحنف بن قيس، فما كانت من الفتاة إلا أن هرعت إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ماذا قالت لسيدها؟ قالت: والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك، والله يحب المحسنين، أنت حرة في سبيل الله. سبحان الله، هذا هو منتهى الخلق الحسن، هذا منتهى مخالقة الناس ومعاشرتهم بالمعاشرة الطيبة الحسنة. لأنك إذا قابلت السيئة بالحسنة فإنك تجعل من ألد أعدائك صديقا حميما، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فعلينا أن نفهم كل هذا، وأن نقتدي بحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقابل الناس بالقبول الحسن، بالأخلاق الطيبة، بالمعاملة الحسنة، حتى نكون جديرين بأننا من أمته عليه الصلاة والسلام. وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.